حبيبي يا صلي يا تبغيقي بس حبيبي وفدي وقبي. لم يحدث في التاريخ المعاصر أن أجمع العالم كله على قضية معينة مثل ما أجمع أن ما حصل في اليمن انقلاب. العالم كله اختلفوا في البيئة وفي المناخ والاحتباس الحراري وفي فلسطين وغيره، إلا فيما حدث في اليمن الكل مجمع أن هناك انقلاب ولا حل إلا بالتراجع عن هذا الانقلاب وعودة المياه إلى مجاريها. ولكن الذين انقلبوا الحلول عندهم مختلفة. إذن الحل هو هنا في اليمن، في صنعاء، في تشكيل الحكومة. الحكومة التي يجب أن نسرع في تشكيلها هي الحل. الشعب اليمني يطالب باستمرار وباستعجال فيما يتعلق بتشكيل الحكومة. انعثوا أبوها شكلوا الحكومة. ما شاء الله، والحل انعثوا أبوها وشكلوا حكومة، بدل ما يتراجعوا عن الخطأ قرروا الاستمرار فيه. يعني نعتم البلاد بكلها عشان تنعثوها تشكلوا حكومة. ما شاء الله والحل. طيب ما كان معنا حكومة والحياة ماشية ورواتب الناس ماشيين ووظائف ماشية، طيب يلا انعثوها وشكلوا حكومة. تشكيل الحكومة هذه الضربة سميت بما يسموها البعض بين قوسين ضربة معلم. وأن اليمن وهو يكبر شعبا ومشروعا وقضية قد استحق حكومة تكبر به وله وليس عليه. مع حكومة الإنقاذ الوطني التي مثلت ضربة باليستية في السياسة وأحدثت صدمة، وهي عندهم إعلان تشكيل الحكومة أشد وأنكى من صواريخ بركان. الله الله الله، هذا حكومة أو كارثة طبيعية؟ هذا البراكين والانفجارات والباليستي شكلتوا حكومة أو قرحتوا مخزن سلاح؟ الآن الحكومة ولدت الحمد لله. الحمد لله على سلامتك، قلقنا عليها، ولدت خلاص قيصرية وطبيعي. أهم شيء ما يطلعش الجنين مشوه. نبارك للشعب اليمني بأنها أول حكومة نبعت. نبعت أيش؟ عادي ولدت، ما نبعها. أيش اللي نبعها؟ ما هو على الجنين هذا صراحة، تنبع لها رحم. حكومة لابد أن ترتكز. لا ارقز لك، خلاص يا حاج قد نبعت. طيب على ايش استندتم وعلى اي شرعيه وعلى اي اساس شكلتوا حكومه؟ ما يهم هذه الحكومه هو اعتراف الشعب اليمني بها اولا، اعتراف الجماهير التي خرجت وتدفقت في الساحات، تدفقت في الاحياء، في الشوارع، في الازقه، من التحرير، من السبعين، من الستين. امانه من التحرير؟ شرعيتكم من التحرير ومن شارع 60 و70؟ لا لا ما شاء الله. طيب شارع هايل ما نحكمها شرعية؟ لا أقول لك، برد لك، أصلاً زحمة شارع هايل. شارع مازدا كيف؟ ما ضبط أيضاً، ما ضبط وحفر، وأحياناً يجي يقطعوا بخيمة عرس ما تقدر وش تمشوا شرعيتكم منه. بالنسبة للتحرير من فين بالضبط؟ من جنب صاحب البضائع أو من عند المدفع؟ المدفع حق المتحف. شوف عاد باقي في الجهة المقابلة واحد بيبيع سمبوسم، خلوا يمنحكم الشرعية. شرعية بدون سمبوسة كلام فاضي. ايش يعمل لك مجلس الامن بدون سمبوسة؟ طيب كم تحتاج وزارة؟ يعني يشاع في الشارع ان 42 وزارة تضخم في الحكومة، بينما حكومة الانقاذ في العادة تكون طوارئ او مصغرة. نحن نحتاج لاكثر من هذا بالمناسبة، يمكن نحتاج الى 100 وزير. يعني 100 وزير؟ هذا حكومة عزومة؟ او صح زي ما قال عذو ابو هلانا بعدين لاحق الوزراء في الشوارع والأزكة. يا رجال
سويسرا أغنى دولة في العالم مع 8 وزراء، أمريكا الدولة العظمى مع 14 وزير، الصين هم 1.5 مليار معهم 20 وزير، وانت تشتميه ايش تعمل بمن؟ هذا وزير الدكان، هذا وزير السفرجل، هذا وزير الرمان، هذا وزير البرتقال. ايوه قصدك وزير البرتقال، للبرتقال ايوه، وزير للبرتقال، وزير لشؤون الصرخه، وزير لشؤون الزوامل، وزير للمجهود الحربي، ووزير للخطف والمعتقلي، وزير للشؤون الموتى والمقابر، هاي للاشياء التي عادي شغاله في البلاد، التي عاد عليها طلب. طيب حكومه بس ايش دور الحكومه هذا اللي بتشكلوها؟ مهمة الحكومة الإنقاذ الوطني إنقاذ المواطن اليمني من الموت جوعاً، دفاع عن النفس من الموت جوعاً أو مرضاً. هي حكومة إنقاذ، يعني هي حكومة اسم على مسمى. بين حبتور مشروع إنقاذ، مشروع إنقاذ. ما معنى حكومة إنقاذ وطني؟ هو آتي من لفظها إنقاذ. ما هو الإنقاذ؟ إنقاذ اقتصادي. المرحلة في أمس الحاجة للقوي الأمين. الحكومة ربما جسدت هذا القول. الحكومة من أرقى ما يمكن. أن الحكومة الحالية هي حكومة إنقاذ بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تمام إنقاذ بس أيش تعمل؟ أيش تعمل للمواطن؟ أيش بيكون مهامه؟ نحن معنيين بصرف رواتب الموظفين في الجهاز المدني والجهاز العسكري، وبالتالي ونحن مسؤولين عنهم، مسؤولين عن الصحة، عن الأمن، عن الراتب. أيوة مسؤوليتكم الأمن والصحة والراتب. شوف كم الناس بيسمعوه، يعني الجماعة قاموا بانقلاب عشان تجي أنت المنقذ رئيس حكومة الإنقاذ. الناس بيسمعوك مش ترجع تقلب اسمك صلاح. أيوة، وباقي إنجازات أخرى بتحققها الحكومة هذا؟ حكومة نعم ستحقق نعم ما يتطلع إليه الشعب اليمني. حكومة تبصر الناس كلهم، من هو الجاوع يشبع، من هو العاطش يشرب. المدارس ستبنى بأفضل من ما كانت، والمستشفيات والجوامع والجسور، وستكون لدينا جسور معلقة مثل الجسور الذي في اليابان وفي بريطانيا، وستكون لدينا المطارات الذي المدرج حقها يتسع لعشر مدارج هبوط وعشر مدارج إقلاع. يا فرح يا زلا، إيش هذا الحلا؟ يعني خلاص الحكومة بتحقق هذا كله، يعني اللي هو جاوع بتشربه، اللي هو عاطش بتأكل، ربشتوني، يعني كل هذا بتحقق الحكومة. ما شاء الله، يعني الشعب أكيد بتعلقوا زي اليابا. وينكم من زمان الشعب كان يدور من يعلقوا زي اليابا. والطائرات كيف؟ الطائرات قال عشر ينزل لنا كذا في المدرج، وعش يطلعين عشر مع المداكي. طبعا لو بعدوا المداكي بيتفاسحوا، عشرين طائره بادقلة. ما شاء الله، اين هذا الحكومه من زمان؟ فعلا نحن كما لو كنا في سفينه التايتانيك، وهذه الحكومه هي المعول عليها ان تخرج اليمن من بحر الظلمات الذي دخلنا فيه. المهم شكلوا لنا حكومه مثل دشمه المجنون، ملقطه ومعبايه من كل شكل ولون، الوسادة من شارع والبطانية من شارع والعلب والكراتين والصحة والمغارف، معبية من كل شكل ولون، ويرقد خارج. ايش تسوي للمجنون؟ ولا واحد في تخصصه. فمثلا تو لنا واحد وزير للشباب والرياضة، لا علاقة لا بالشباب ولا بالرياضة. لو قلنا والله مشوا شباب صح، بس كانوا رياضي من قبل، او شباب بس سهل مشوا رياضي، لكن لا شباب ولا رياضي. حسن زيدتين زيدان، ومعنا الكابتن حسن زيدان. مرحبا يا كابتن حسن. مرحبا، اهلا. قالوا قد انت وزير الشباب والرياضه، مش انا عارف كيف طلعوك، بس قل لنا ايش بتسوي بتشكيله المنتخب؟ من يشارك فيها؟ وكيف تقوم بتشكيل المنتخب؟ حريصين فعلا على اشراك الجميع. ها، اشراك الجميع. هو منتخب يختار اللاعب والمحترف، مش اشراك الجميع، مش عرس والدعوة عامة للجميع. يعني من كم تشكل لاعبين؟ يعني اعتقد والناس يقولوا انه ما دام حق الحوثيين المنتخب للحوثيين. لا يوجد لأنصار الله الا تقريبا بالتجاوز خمسة بس لاعبين، قد ونص الفريق خمسة. طيب والباقي لمن؟ المؤتمر أخذ تقريباً خمسة.
والمؤتمر خمسة وكم باقي معانا؟ ما شاء الله والمنتخب. طيب والباقيين كيف؟ والبقية من القوى السياسية الأخرى، أما يسار أو جنوبيين أو من أحزاب اللقاء المشترك أو من الأحزاب الفتية المناهضة للعدوى. هو باقي حارس، هو حارس يا حسن، ما باقي إلا الحارس. هو حارس مشهو ثور العيد تقسمها سباع بين بقية القوى. على هذا الحال معظم الشعب ومعظم القوى استبعدوا من تشكيلة المنتخب. فقط الذي استبعدوا أنفسهم هم الذي لم يتمكنوا أنصار الله من إقناعهم بالمشاركة، وهم السلفيين. السلفيين ليش ما شاركوا؟ شو السلفي؟ يمكن المباريات يوم الاثنين والخميس يمكن يكونوا صايمين. بأنه أنصار الله هم الأقل نصيبا. خلاص بس غلقوا على هذا وزير الشباب والرياضة حقنا الكابتن حسن. الكابتن حسن كان يسمي نفسه من قبل أبو العباس، الآن أبو أديداس. قالوا من حين عينوه إلى اليوم هو بيرقد بفانيلا رقم 10 مع البوتي، ما يصح ولا بدبلكي. وهكذا الحوثيين والمؤتمر تقاسموا اللعبة، والشعب خلاه جمهور يصفق ويشجع بس. هي والفائدة والكأس والميدالية لهم، وهذا على يصفق ويشجع ويزيد يدفع تذاكر حق المشاهدة مشهود حربي. ورحب كثيرا هنا بضيفي في الاستوديو معالي وزير الكهرباء والطاقة. معالق ايش من كهرباء؟ ايش جابه هذا؟ وجودنا في هذا المكان هو مهم جدا، هو لتسليط الضوء حول جيت لتسليط الضوء؟ قل لي من سلطك علينا انت؟ ايش من ضوء اللي جيت تسلطه؟ من عاد خليته فيها ضوء؟ لا عاد في ضوء ولا عاد في كهرباء، على ايش جيت تسلط؟ يعني لا عاد قالوا وزير الشمع، وزير المواطير، وزير الألواح الشمسية نمشيها، لكن وزير الكهرباء؟ إيش من كهرباء وإيش من تسليط من ضوء؟ سيكون حديثنا معكم شفاف ومفتوح وواضح. نعم. كافة المواضيع التي تمس كل تفضل الكهرباء. زجاجة راح عليهم الماضي. وهكذا مرت الأيام، الشهر الأول والثاني والثالث والرابع، ولا شاف الناس من الحكومة هذا حاجة. ليش عاد تتعبوا الناس هكذا؟ ايش مهمة الحكومة إذن؟ التحدي الأول الذي وضعت الحكومة يعني اتجاه نشاطها فيه هو دعم الجبهات العسكرية. كيف يمكن لهذه الحكومة أن تدعم الجبهات لكي يتم تأمين الإيرادات اللازمة، لكي يتم تغطية نفقات الجبهات؟ ايوه رفد الجبهات هذا مهمة الحكومة، ترفد الجبهات بس. ما هذا كان معاكم محمد علي خلاص قد بيمر بالمطرحك ولا كل ما حد يا احاسبهم حاسبونا مجهود حربي. اين الانقاذ وحكومة الانقاذ والانجازات الذي ستحقق؟ ولا خبر. والانجاز الوحيد اللي عملوه وزراءنا الاكارم اصبح معهم صفحات مموع تعلن بفلوس في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الإنجاز الوحيد، فتحوا لهم صفحات في الفيسبوك. انقلاب وحرب من طرف اليمن لا طرفها عشان يفتحوا لهم صفحات في الفيسبوك. طبعا هناك حكومه تتبع الشرعيه، وهذه الحكومه الكل يعلم انها الى قبل الانقلاب وهي بدها تدفع الرواتب والامور ماشيه كيف ما كانت. تكلمنا اليوم عن الحكومه الذي عملوا انقلاب وحرب عشانها، وحكومه الانقاذ وتاكل الجاوع والعاطش وما تعلق الشعب في جسور زي اليابان ومدري اي، وفي الاخر ايش بتحقق؟ حكومه، ما الذي يمكن ان تقدمه برايك الحكومه؟ سيعطي الهدوء النفسي للناس. هذه الاول الامور النفسيه تعطي ثبات اكثر. إذن هذا سيعطي إحساس كبير. أيوة تحقق له الإحساس. الحياة هي عبارة عن مجرد أحاسيس. إحنا الشعب الأكثر حساسية في العالم، من كثر الأحاسيس الذي عندنا قد عندنا حاسسي. يا صباح الإحساس يا عم حمود. صباح النور. أنا قد أخذت هذا الأغراض وإن شاء الله متواصلي. كيف متواصلين؟ حاسب حق البضاعة. ليش ما حاسستك؟ ما هو حاسسني، قلنا حاسب حق البضاعة وودينا لي عندك. مالك يا عم حمود ما عاد بتحس يا ابني؟ احساسي في الدين، الدين اللي ما قد سديته.
شكلك ما حسش بآخر خبر. ما دخلي أنا ولا آخر خبر، آخر خبر حاسبني. قد شكلوا لنا حكومة للأحاسيس. وما دخلي أنا. كيف ما دخلك؟ حس إنني حاسبتك. هيا اسمع، حاسبني ولا طرحت البضاعة؟ لا أمدح لك ملطة أطير لك حسك. ما لأحاسيسك يا عم حمود؟ أنا ما انكرتك. أتحاسسك الحساب الأول والآخر؟ بعدين هذا أوامر حكومة الإحساس الوطني. حسبي الله ونعم الوكيل. الله معك، وأنا من يحس بحسابي. صحيح اللي احتسوا ماسوا. هيا اسمعوا، والله إن الشعب بيحس وقدو باغر إحساس ومعبي فل إحساس. اللي ما بيحسوش ولا عندهم ذرة إحساس هو أنتم. تقوموا بانقلاب ومش أنتم كفوا ليه؟ ليش؟ ها؟ ليش تقوموا بانقلاب ومش أنتم كفوا؟ ليش؟ خلاص يا محمد، خليني أتفاهم معهم. ليش؟ خليني أشوف أولا اللي بينقلبوا داي. خلاص يا محمد، ليش تنقلبوا وإحنا نرجع نحاسب؟ ليش؟ خليك لي أمان. فلس، خلي على رسول الله. داي داي يا محمد، خليك كف، خليك كف وانقلب وانت كف. فلس يا يلي عكس خطي، انت مش وحدك في الخط، حولك الكل يشوفك. كان المفروض ما تغلط، كان المفروض ما تغلط، كان المفروض ما تغلط. يلي